هاي، ازيكم؟ النهاردة جينا لفيديو جديد. الفيديو النهاردة هيتكلم عن الدروس اللي انت اتعلمتها من خلال العلاقة دي او من خلال دخولك في العلاقة دي. النهاردة الفيديو بخصوص ناس منفصلة اكتر، تكون ناس مرتبطة، بس في الفيديو ده هنعرف انت ليه دخلت العلاقة دي وايه الدروس اللي انت المفروض تتعلمها او اتعلمتها، طبعا بما انكوا خرجتوا من العلاقه، فايه الدروس اللي انت اتعلمتها وانت خارج من العلاقه دي. عندنا النهارده 3 مجموعات، اول مجموعتين هيبقوا بالاحجار وثالث مجموعه هتبقى بالكارد، بس حسب ما انت تختار او حسب ما عينك تقع على الاختيار. اول مجموعه هنا هتبقى بالحجر الاخضر اللي بالشكل ده، الحجر الاخضر الشفاف. لو بتحبوا تختاروا بشكل الكروت، فعندنا المجموعة الاولى نختار الكارد ده، تختار الكارد تختار الحجر. تاني مجموعة هتبقى بالحجر الابيض اللي بالشكل ده، او هتختار بشكل الكارد ده. دي تاني مجموعة. تالت مجموعة هنعملها من غير احجار، هتبقى بالشكل ده او بشكل الكارد ده. حابب تختار بالاحجار اوكي، حابب تختار بالورق التاروت اوكي، حابب تختار بالحروف اللي بنحطها في صندوق الوصف، حسب اول حرف او تاني حرف من اسم الشخص اللي انت هتحطه بقالك هنا في الفيديو، او اسم الشخص اللي انت نويت عليه الفيديو او اللي في علاقه معاك، بما انكم يعني هنا ناس يا مرتبطه يا منفصله. يلا بينا نبدا. ناخد اصحاب المجموعه الاولى اللي اختاروا الحجر الاخضر بالشكل ده، او اللي اختاروا شكل الكرة ده. هنعرف دلوقتي انت طاقتك ايه وحاسس بايه في العلاقة دي، وبعد كده هندخل على الدرس اللي انت اتعلمته من العلاقة اللي انت دخلت فيها، سواء كانت علاقة حب او علاقة مع شخص سام. في امر عندك مقلوب، او في فكره عندك اتشقلبت حالها، او في حاجه عندك كانت في بدايتها بس الحاجه دي طارت او مشت. طاقه دلوقتي طاقه جاذبيه للناس التانيه، بس في ناس منكم بتحس ان هي الجاذبيه بتاعتها قلت، او ان انت تكون شخص لطيف ولذوذ وبيضحك وبيهزر، لكن اتقلبت الحكايه. بتقول بينك وبين نفسك، هو انا معمول لي سحر ولا ايه؟ هو انا فيها ايه؟ هو انا مربوط؟ هو انا محسود؟ وانا في هلاوس في دماغك او وساوس بخصوص سحر او بخصوص حسد غالبا. يا جماعه انا عندي صوت، انا اسفه للصوت بيكون مغلوش، ان انا بصور في مكان تصوير مش مغلق قوي، عذرا. هنيجي ليك انت، نقول ان انت بتخاف من الحسد خصوصا من القرايب او من الناس القريبه منك. وعلى فكره ممكن يكون عندك سحر بيخص ايه؟ يخص شكلك كمان. انت طالع في طاقه الناين اوف وونت، شخص بيحس ان هو لازم يبقى قوي، لازم يتعالى على المواقف، لازم يتعالى على المشكلات بتاعته، لازم ان انا اواجه نفسي واواجه غيري وما اسمحش لحد ان هو يأذيني، خصوصا ان انت اكتر نقطة قوة فيك هي شكلك. اللي بتتفرج عليا اكتر نقاط القوة اللي فيك هي شكلك، غالبا انت بتتباهى بشكلك، او طبعا ده للبعض مش للكل،
وغالبا هتكون انت شخص الناس بتحبك قوي عشان شكلك، او الاطراف التانية الناس بتحسدك على شكلك او بتحسدك على انوثتك، ده لو انت بنت وبتتفرجي عليا. تمام. عندك كمان في الطاقة بتاعتك التو اوف سورد، فانت شخص هنا مغمي عينيك، مش قادر تستوعب ان في ناس فعلا بتكرهك، او مش قادر تستوعب ان في ناس فعلا بتتمنى لك الشر، او بتحسدك على جواز كمان. انت ممكن تكون داخل على جواز او داخل على مرحله ارتباط او حب، فالناس بتحسدك على على الطاقه اللي انت فيها او على الحاله اللي انت فيها. لو انت بنت وبتتفرجي عليا، فانت طالعه في زواج الكوين اوف بنتكل، فمعنى كده ان انت شخص مهتم جدا بمظهره، ومهتم جدا كمان باراء الناس. انت شخص هنا بيهتم قوي باراء الناس، والناس هتقول عليا ايه، وانا شكلي قدام الناس، وانا لازم ابقى مهندم وشيك وبيرفكت عشان الناس تحبني وتقول الله عليه ده يعني ما حصلش. فانت هنا بتحاول ان انت تجذب حب الناس، عشان انت شخص مقنع جدا، ساحر للناس عن طريق مظهرك زي ما قلت، عن طريق مظهرك. الجوهر بتاعك بينك وبين نفسك بتحس ان انت بتعارك جوه روحك، بتتعارك في عركه، في عركه رايحه جايه جواك، خصوصا في حكايه الحب. مش بنت كده، اوكي، ده حكايه الحب او حكايه العاطفه. فانت هنا انت يا اما كنت شخص عقلاني قوي وبعدين بديت تبقى شخص عاطفي، يا اما انت من اول كنت عاطفي بس انت مش بتعترف بحكايه الحب. هو انا متربي اللي هو ما فيش حب، ومتربي ان ما فيش حد يعني يحب حب غير مشروط، وبيحب حب من قلبه خالص. فانا لما انا قابلت الحكايه دي او القصه دي، فانا بقى ايه الوساوس لعبت في دماغي، هما صح ولا انا اللي صح. فانت في الطاقه دي، طاقة عدم التوازن اولا، وطاقة الشك، عندك شك في شريك حياة، وبينك وبين نفسك عمال تتعارك وتقول هو ايه، هو يقصد ايه. ما انت بتديله بتعيد وتزيد الكلام اللي بيقولوا لك في مخك، دي طاقة. الطاقة التانية ان انت عندك طريقين او عندك مشوارين عايز تروحهم، او عندك فكرتين في دماغك، بس انت في حد مؤثر عليك او في حد مسيطر عليك. الحد ده خبيث جدا، اللي مسيطر عليك ده ممكن يكون شيطان، ممكن يكون قرين، ممكن يكون عقل باطن. هنا في عقل باطن بيتكلم في الكارد ده، بيقولك ان عقلك الباطن عمال يسوحك، بيقولك طب اعمل كذا، طب ما تعملش كده. لكن انت هنا بتشوف نص الحقيقة، حتى مع الاشخاص بتشوف نص الحقيقة بتاعتهم، مش بتشوف الحقيقة بتاعتهم كاملة. تمام. في فكرة عندك او انتقال انت خايف تاخده، فكرة انتقال او فكرة سفر او فكرة ان انا اروح في مكان تاني والناس ما تعرفنيش، وانا حساس، وانا. فانت هنا فندم عندك فرصة تغيير او فرصة سفر، وكنت خايف منها، او انت محتار ان انت تقعد مع الشخصيات دي او تقعد مع الناس اللي حواليك، ولا تمشي او تسافر او تهاجر او تنتقل او تعمل ايا كان بقى انت اللي محتار فيه. لكن انت هنا مش عارف تاخد قرار، وده بسبب غالبا هكون شخص هوائي من الابراج الهوائيه، زين جوزاء طالع معانا، وطالع معانا ممكن الاسد، وكل الابراج يعني كل الابراج طالع، بس اكتر برج الطاقه الناس اللي طاقتها حيرة، الناس دي أبراجها هوائية. هو انت بتحب منطقة الراحة، شخص بيحب منطقة الراحة جدا، وخايف يطلع من منطقة الراحة. وفي ناس كتير بتخوفك ان انت هتطلع برا المنطقة دي، يقول لك بص انت هتقابل ناس وهتعمل وهتروح على الفاضي وهتيجي على الفاضي، انت شخص هنا حالم جدا. كمان من طاقتك السيفن اوف سورد، انت مسروق في حاجه او اتضحك عليك في حاجه، او في شخصيه هنا مش شخص، انا قلت لك في شخصيه هنا مش كويس في حياتك، في شخصيه من الشخصيات انت مش مأمن لها او مش واثق فيها وخايف منها،
وفي استرداد حقوق عندك، في استرداد حقوق. دي كانت الطاقه بتاعتك يلي بتتفرج عليا اصحاب المجموعة الاولى. عايزين نعرف بقى انت ليه، ايش الدرس اللي انت اتعلمته من خلال دخولك في العلاقه دي؟ عدى 8 دقايق. اوكي، ايه الدرس لاصحاب المجموعه الاولى اللي اتعلمتوه من خلال دخولكم في العلاقه؟ انت مش عارف اصلا حاجه. يلا انت طلع لك الساحر مرتين، انت طلع لك الماجيشن مرتين يا فندم. انت العلاقه دي محسوده، يا اما العلاقه دي بيتبص عليها، يا اما انت قلتها لحد وباظت بقى. ايه الدروس اللي انت المفروض تتعلمها ان انت هتبقى شخص تبين امكانياتك صح، يعني تبين افكارك صح، تبين وجهة نظرك، تعبر عن نفسك بطريقة صح. ما تحاولش ان انت تقنع الاشخاص بيك بالعافية. ما تحاولش ان انت تقول لهم انا جميل وانا حلو وانا بيرفكت، حبوني او اقبلوني. عندك طاقة رفض هنا او عندك جرح رفض في حياتك. فانت تقريبا اتعلمت درس من الدروس دي في القصة دي، ان انت بتقول بينك وبنفسك انا ما طلبتش. لكن الحقيقة عايزة اقول لك ان من حقائق الدنيا ان الانسان طبيعي ان هو يترفض وطبيعي ان هو يتفاهم. فانت شخص مش بيقبل ان هو يترفض وبتقاوم، عندك مقاومة داخلية جواك بتقولك ان انا مش منفعش. فانت متمسك بالماضي، متمسك جدا بالماضي. مش هقولك ان انت شخص وحش، لكن انت شخص هنا ماجيشن، مرغوب لناس، ولكن انت بتحاول تفرض نفسك عليهم عن طريق ان هما لازم يرغبوا فيك بطريقه غلط. انا قلت لك انت هنا بتفكر في نفسك بطريقه غلط، فمش المفروض ان احنا نقاوم طاقه الرفض. خلاص اترفضت، اوكي اللي بعد. نكست 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 نكست. فكلمه نكست دي المفروض ان انت تاخدها كقاعده في حياتك، ان انا خلاص اترفضت من مكان فاشوف مكان تاني. في ابواب كتير قوي في الحياه يا جماعه، ابواب كتير قوي. فانت مش مستقبل الابواب، مش مستقبل الابواب الجديده اللي ممكن تفتح لك بعد التجربه، ايا كانت التجربه بقى، تجربه مع حب، تجربه مع اشخاص في الشغل، تجربه في حياتك عموما. احنا هنا بنتكلم في العموم، ولكن احنا بنتكلم هنا في علاقه عاطفيه، فاحنا هنحدد العلاقه العاطفيه دي. فانت في العلاقه العاطفيه يا فندم انت بتجبر الناس ان هي تحبك، وكمان انت عندك طاقه مطارده. تمام، من الدروس اللي انت المفروض تتعلمها ان انت تسيب كل واحد براحته، وان انت مش مفروض ان انت تطارد الاشخاص وعشان يقبلوه او عشان يقتنعوا بيك. انت شخص هنا زي ما قلنا بتحاول تقنع الناس بيك، وعايز تطارد الشخص اللي انت بتحبه بتطارده حتى في الاماكن. يعني انت ممكن تروح مكان شغله وتطارده، يعني او تبقى في وشه كده، تبقى في وشه. كمان من الدروس اللي انت محتاج تتعلمها ان انت ما تبقاش متسرع في العلاقه، وما تقولش كلام كده انت مش قده، او ما تقولش كلام انت ما تكونش بتقصده. فانت من الاشخاص اللي بتقول كلمات بعدها بتندم عليها، بتقول يا طبعا معلش يا ريتني قلت الكلام ده. وكمان انت عندك طاقه غموض، مش مفروض ان انت تبقى غامض مع الطرف الثاني اللي انت بتحبه، المفروض تبقى صريح اكتر من كده. انت شخص هنا للبعض بيطارد وللبعض بيستخبى، في طاقتين هنا، في طاقتين. هما الحقيقه ثلاث طاقات هنا بيقولوا ان في شخص هنا بيجبر الناس ان هي تحبه وبيعمل المستحيل عشان الناس تقبله، وشخص هنا تاني بيغلط بس ما بيحبش ان هو يعترف بغلطه، ومتسرع جدا في العلاقات، بالذات العلاقات العاطفية. وشخص كمان بيستخبى، بيحب يعمل كل حاجته في الدرع. الانسان بيحب يبين ان هو غامض مع الطرف التاني او مع شريكه. حس ان انت لما تبقى غامض بتبقى محبوب اكتر، وده غلط. تمام، الطاقة التالتة اشخاص بتتغير. اشخاص بتتغير لايه؟ اشخاص بتتغير للجمود.
انت عايز قلت خلاص انا هتحمل المسؤوليه، مسؤوليه نفسي، ومش بحب ان انا ادم دور ضعيف. انت شخصيتك او ضعفك هنا بيتهد جواك، فانت مش حابب تبين ضعفك في العلاقات. فمن الحاجات اللي انت هتتعلمها ان انت ضعفك ده الضعف الغير صحي. على فكره في ضعف صحي وضعف غير صحي. الضعف الغير صحي ان انت تبتز عاطفيا من الاشخاص او من الحبيب، طبعا ده يكون حبيب سام طبعا بيبتزك، فتبين ضعفك قدامه فتحس بضعف او قله حيله. كمان انت هنا عايز بقى تتحمل المسؤوليه الكامله في حياتك وتتحمل ضعفك. يعني انت حاسس ان انا عايزه اتحمل ضعفي، تمام؟ الضعف الصحي ان انا ابين لك ضعفي وكل حاجه وتشوف ده ان هو قوه. ضعفي مفروض يبقى قدامك قوه، ما يبقاش ضعف مستنفذ ان انت تستنفذني، عارف ان انا بقى مش هقدر استغنى عنك وان انا ضعيف من غيرك وان انا كذا كذا، فاهم اللي انتوا عارفينه ده؟ فانت بقى ايه تشوف نفسك عليا وتعلي الايجو في السماء وتحطني تحت رجلك. فانت من الطاقات التالتة هنا او من الاعترافات التالتة في القراية هنا ان انت الدرس اللي المفروض تتعلمه ان انت ما تبينش ضعفك للناس اللي تستحق، ما تبينش ضعفك غير بشموخ، تمام؟ ما تبينش ضعفك غير بشموخ، ارفع راسك فوق. مش عيب ولا حرام الانسان يضعف، ومش عيب ولا حرام الانسان يبان عيوبه قدام الناس، مش عيب ولا حرام، كلنا عيوب، مفيش حد كامل بيرفكت، يعني مفيش حد نازل كامل الجنه، هو كامل مكمل في اي حاجه، في الشغل، في العلاقات، مع القرايب. احنا طول ما احنا بنعيش، طول ما احنا ربنا سبحانه وتعالى عطينا نفس، فاحنا بنتشافى ونشوف اخطائنا وبنحاول ان احنا نصلحها. فانت مفروض من الدروس اللي انت تتعلمها هنا ان انت تصلح ضعفك، والضعف بتاعك تاخده كقوه، تمام؟ تاخده كقوه. ممكن من الابراج اللي باينه عندي برج الحوت، برج الثور، برج الميزان، بس كده. ممكن برج العذراء، جوزاء، برج السرطان. عندك رقم 4 في حياتك. على فكره انت شخص عنده امكانيات كتير جدا، بس انت مش حاسس بقيمتها. عندك امكانيات حلوه بس انت مش حاسس بامكانياتك، وفاكر ان امكانياتك دي بتضعفك. بالعكس، الامكانيات دي قويه، بتقويك جدا ان انت تستخدمها مع الناس الصح. الحقيقه في شخصيه هنا انت بتحبها، محتار مش عارف اذا كانت الشخصيه دي تسحر لك ولا لا، او هي عايزه منك ايه. فالشخصيه دي محيراك. الشخص ده اللي انت داخل عشان الفيديو ممكن يكون شخص سام. ليه؟ لانه طلع بالديث اند ماجيشن يا فندم. الشخص ده بيأذيك، الشخص ده بيأذيك، والعلاقة دي علاقة كرمية، وانت اعتقد ان انت هتتعلم فيها دروس كتير جدا. في دروس هنا كتير جدا لازم ان انت تتعلمها في العلاقة دي. دي كانت القراية بتاعتكم يا اصحاب المجموعة. عارفة انا كنت هزود ايه؟ بس ان انا هزود كلام تاني. دي كانت القراية بتاعتكم. محتاج ان انت تقعد لوحدك كتير، محتاج ان انت للبعض يعني مش بيقعد مع نفسه كتير وبينطلق وبيطلع في الشمس يعني، فالمفروض ان انت تقعد مع نفسك كتير. وخلي بالك من اوقات الليل، خلي بالك من اوقات الليل والوساوس. دي كانت قرايتكم يا اصحاب المجموعه الاولى. يا رب تكون القرايه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تضغطوا لايك على الفيديو. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وقرايه جديده. سلام. يلا بينا ناخد المجموعه الثانيه اللي اختارت الخبر التاني. اصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا الحجر ده او اللي اختاروا الكارد ده، هناخد دلوقتي الطاقة بتاعتك. ايه
عندك رقم 3 في حياتك او 5؟ الطاقة بتاعتك دلوقتي طاقة قرارات، عايز اخد قرار في العلاقة دي، عايز اخد قرار في هذه العلاقة، عايز ان انا اشوف نفسي. تمام، رجعنا للقراية تاني. طاقة قرارات زي ما قلنا، انت طاقة دلوقتي طاقة قرارات، عايز تاخد قرار في حياتك، بيج اوف سورد، فانت محتاج ان انت تاخد قرار وتقعد مع نفسك كتير في الوقت ده، وبتحس ان انت عايز ترتب افكارك. انا عايز ارتب الافكار بتاعتي، عايز اعرف انا عايز ايه. انت هنا شخص مش عارف انت عايز ايه، انا مش عارف ليه انت عمال تنقل. انت بتفكر في انتقال، او بتفكر ان انت عايز انتقل، عايز اروح، عايز اجي. طب اطلع من القصه دي ازاي، اطلع من المخرج ده ازاي؟ فانت محتار، انت هنا محتار في حاجه بتفكر فيها. وكمان في ناس كتير جدا مزعلاك، او في ناس كتير جدا مقلماك، او كلامهم بيوصلك اللي هو انا مش 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 مفروض مش مفروض ان انا استحق ده، او مش مفروض يتعامل معايا انا ده. على فكره انت عندك شخص نرجسي في حياتك، وخصوصا في بيتك، وانت عايز تاخد قرار من المعامله، في معامله هنا مش عاجباك انت عايز تاخد قرار فيها. كمان انت شخص بتراقب حد، او بتحس ان انت مسؤول من المراقبه دي. انا لا 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 لا، وانا ما يعديش يوم عليا غير لما انا اراقبه. ازاي يعني؟ ازاي ده؟ انا لازم اشوف الاكونت، لازم اروح على الفيس، لازم اروح على الانستا، لازم كذا كذا كذا. فانت شخص هنا يا فندم متعلق بشخصيه، بتحس ان انت واجب عليك ان انت تراقب، انت متحمل مسؤوليه ناس انت مش مفروض ان انت تتحملها، وخصوصا في الحب. انت متحمل مسؤوليه شخص اللي هو ايه، اما اشوفه كده بيكتب ايه، اما اشوفه كده بيعمل ايه، اما اشوفه كذا 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 كذا. فانت بتحس ان انت طول الوقت انا مسؤول. لا، انت مش مسؤول يا فندم، انت مش مسؤول ان انت تروح تراقب حد، ولا مسؤول ان انت تشوف اخباره. خليك نفسك. فطاقة المراقبة هنا يا فندم طاقة مراقبة سلبية لبعض مش للكل. انت عايز تفك الرابطة دي، الحقيقة انت عايز تفك الرابطة، واخد قرار ان انت خلاص تبقى مع نفسك ولوحدك، وتفك الرابطة اللي ما بينك وبين الشخص اللي انت دخلت عشانه الفيديو. فانت عايز تفك الرابطة دي، او عايز تفك اللي بينك وبين الشخص ده. عندك طاقة إبداع في الطاقة دي، أو في الفترة دي طاقة إبداع، طاقة يعني ممكن تكون طاقة رسم، طاقة غنى، طاقة كتابة. أنت عموما عندك مبدع في حاجة، وخصوصا حاجة بتخص الألوان. أنت بتحب الألوان جدا، بتحب الألوان جدا، وكمان أنت بتعرف كويس جدا ترسم الشخصيات أكتر. يعني أكتر حاجة مبدع فيها إن أنت لو أنت يعني موهوب في الرسم، فأنت بترسم الشخصيات كويس جدا، الكاركترات. كمان يعني طاقة ايجو متوسط، مش هقولك ايجو زيرو، لكن انت هنا الايجو بتاعك متوسط، بتحاول ان انت توصل لقلوب الناس، بتحاول ان انت توصل ابداعك او موهبتك للناس. على فكرة انت عندك موهبة، وللبعض منكم حابب ان هم ان هو يتنقل او يمشي او يفك تعلق زي ما قلنا. كمان عندك سيفن اوف وند، عندك عايز تنتصر، انت عايز هنا تنتصر، او عايز توري الناس انت مين، وبتخطط للافكار اللي انت هتعملها في بكرة. انت شخص مخطط جدا، بتحب تخطط. انا اخطط بقى واشوف انا عايز اعمل ايه بكرة، واخد كورسات، اعمل ايه، احب ايه. انت بتفكر في اللي بتحبه ولا ما بتحبوش، وخصوصا ان البعض منكم ممكن يكون عايز ياخد كورس، عايز يدخل تعليم مثلا، يكمل تعليمه، عايز يعمل صداقات جديده. لكن انا مش باين ان انت عايز تبقى تعمل صداقات جديده. تمام، انت شايل هم في حاجه، شايل هم في طريقه حياتك، شايل هم في روتين انت بتعمله، وانت عايز تنتصر وتوري الناس قد ايه انت شخص عنده مواهب كتير، او انا شخص موهوب. انت عايز حد يشوفك يا فندم، عايز تتشاف هنا، عايز تتشاف. انت شخص هنا عايز يتشاف، ولكن في ناس كتير قوي بيتك محملاك مسؤوليه. دي كانت الطاقه بتاعتك على السريع. عايزين نعرف بقى انت دخلت العلاقه دي ليه، دخلت العلاقه دي ليه،
ايه سبب دخولك في العلاقه دي وايه الدروس اللي انت المفروض تتعلمها في العلاقه دي. عندك رقم 22 and 7. دخلت العلاقه دي عشان تعرف قد ايه انت ممكن تتخدع وقد ايه انت ممكن يعني خلي بالك من الخداع بمعنى اصح. دخلت العلاقه دي عشان تتعلم ان انت تحضن نفسك، عشان تتعلم ان انت تتحد مع نفسك. يعني ايه تتحد مع نفسك؟ يعني تشوف نفسك بتحب ايه وتعملها وما تبديش الناس عليك. غالبا هيكون عندك الام في الضروس او الام في الاسنان، وكمان انت عندك حمايه. دخلت العلاقه دي ليه كمان؟ عشان انت تحمي نفسك من حاجه او تتعلم ان انت تحمي نفسك ازاي، وكمان عشان تعلي حدثك. عشان تعلي حدثك دخلت العلاقه دي ليه؟ من الدروس اللي انت اتعلمتها في العلاقه دي ان انت ما تقولش اسرارك لحد، وتعرف امتى بتقول ايه وفين ومع مين. غالبا كمان هيكون عندك صديق او مجموعه من الصحاب بينصحوك وبتشتكي انت عندك طاقه شكوى هنا. مش مفروض ان انت تشتكي او مش مفروض ان انت تعيش دور الضحيه. فانت هنا يا فندم بتتعلم ان انت ما تعيش دور الضحيه والناس جايبه عليك، وكمان ان انت تساعد نفسك. الدروس اللي انت مفروض تتعلمها ان انت تساعد نفسك، ما تستناش مساعده من حد، ان انت بتكتر طاقه الابداع بتاعتك او تعليها. طب هو انا دخلت في العلاقه دي ليه؟ يعني الناس هتقول انا دخلت في العلاقه دي ليه؟ عشان تتجذر ماديا، لان انت هنا مش متجذر ماديا، محتاج ان انت تبدا في حاجه او في شغل عشان تجيب بنتكال او فلوس. تتعلم كمان ان انت تفهم الاشخاص من نظره، وان انت مش اي حد يصعب عليك. انت في ناس كتير قوي بتصعب عليك. انت في علاقه قدريه يا فندم، او في علاقه حب يعني ربنا بعتها لك خصوصا عشان تتعلم حاجات فيها وعشان تتشافى. انت هنا الانسان يتشافى من حاجه، او دخلت العلاقه دي عشان تتشافى. عندنا البيج اوف كاب، البيج اوف كاب بتقول ان انت شخص في البيت مش عارفه بطاقه، ممكن تكون في البيت اعجاب بدكتور، والدكتور ده ممكن يكون دكتور يا سايكولوجي يا اما دكتور له علاقه بالاسنان. يعني دي طاقه كده بعيده. الدروس كمان اللي انت المفروض ان انت كنت تتعلمها ان انت تسمع لحدثك. زي ما قلنا انت مش اي حد يقول لك كلمه حلوه تتدلق عليه او تحبه، لان انت دخلت بقلبك قوي في العلاقه دي، والعلاقه دي غيرتك. وفعلا انت هتتغير يا فندم، انت هتتغير من العلاقه دي وهتتعلم دروس كتير. صور كتير، بص الصور، بص كمية السورد اللي انت اتعلمتها. انت اتعلمت دروس كتير جدا في العلاقة دي. سورد كتير هنا، سورد كتير، وتعلمت ان انت تسمع الكلام وما تحطوش بالك، لان السورد تعبر عن الهوى، والهوى يعبر عن كلام رايح جاي. فانت اتعلمت هنا ان انت اي كلمة بتتقال عليك تواجهها، وتعرف كويس جدا قيمة نفسك، وما تعيش دور الضحية او تعيش دور الشكوى، او حالة تطلع من حالة الشكوى. في شخص هنا بيحبك، الشخص ده قدري، الشخص ده علاقة قدرية ليك، اصحاب المجموعة التانية. الشخص ده ممكن يكون من حروف الام. على فكرة غالبا الشخص ده هو اللي يعلمك دروس، وكمان الشخص ده بيروح ويرجع. من الحاجات اللي انت مفروض تتعلمها ان انت تهتمي بنفسك كبنت، او ان انت تعرفي قيمة نفسك وتهتمي بمظهرك اكتر، وتعرفي تدي الحب امتى. انت شخص محب جدا وبيحب يدلدق مشاعر، اللي هو عمال على بطال. وكمان حابه اقول لك هنا، او حابه اقول لك ما تعيشي الوهم، وان انت تحط النية كويسه في الناس، مش كل الناس بتبقى كويسه. انت شخص هنا على فكره بيضحك عليه الكلام، فانت هنا من الحاجات اللي انت تتعلمها ان انت مش اي كلام يتقال لك بيضحك عليك بيه. تتعلم الاكتفاء الذاتي، ازاي تكتفي بنفسك. 9 اوف كاب، انت محتاج ان انت تتعلم ازاي تكتفي بنفسك وازاي تحب نفسك قوي. انت شخص عموما بيحب نفسه،
بيحب نفسه، لكن يعني هو كلنا بيضحك علينا صراحة، يعني احنا كلنا في الحب بيضحك علينا، مفيش حد بيحب ما بيضحكش عليه. يعني مفيش حد بيحب مثلا يقول ايه انا ما بيضحكش عليا، لا هو احنا كلنا بنتخدع، طالما بنحب بنتخدع، ده شيء طبيعي، ولكن بنتعلم دروس. فانت هنا العلاقة بتاعتك حقيقية وقدرية، لكن هي علاقة دروس في نفس الوقت، والشخص ده هو اللي بيعلمك، الشخص ده اللي معاك في العلاقة هو اللي بيعلمك، والشخص ده هيغيرك كتير. انا قلت لك، وغالبا الشخص ده هيكون بيقول لك كلام بيزعلك، فانت محتاج ان انت تطنش الشخص ده، محتاج تطنشه او تطنش الكلام اللي بيتقال عليك. وفعلا انت بتعمل ده، شايفين الراجل ده قاعد ازاي؟ الراجل ده قاعد وبيسمع الكلام صح تمام. فانت محتاج ان انت تطنش الشخص ده، اي كلمه بيقول عليك سلبيه، مش هو لوحده، عموما مش هو لوحده، اي حد بيقول لك كلام سلبي محتاج ان انت تطنشه، تمام. فدي كانت الدروس اللي انت مفروض تتعلمها في العلاقه دي. اصحاب المجموعه الثانيه، يا رب تكون القرايه يعني عجبتكم، الطاقه بتاعتكم طبقت، ويا ريت تكتبوا في الكومنتات مدى تطابق القرايه، واشوفكم الفيديو دي ان شاء الله خير. سلام، اهلا بيكم اصحاب المجموعه الثالثه اللي اختاروا الكارد ده، اختاروا الكارد اللي بالشكل ده. نعرف دلوقتي الطاقة بتاعتك، وبعدها هندخل على الدروس اللي انت اتعلمتها او المفروض تتعلمها من خلال تجربتك في العلاقة العاطفية اللي انت دخلت فيها. طالع بطاقة الجاستس، طاقة العدل، انا عايز حقي بقى. بصوا انا عايز حقي، انت هنا بتقول انا عايز حقي ومش هقبل ان انا ماخدش حقي، فانت هنا طالع بطاقة العدل. ممكن تكون كمان ابراج الهوائية او برج الميزان او الحمل او العذراء او الثور او الجدي او الدلو، غالبا هتكون طاقتك نارية. Nine of Wands، انا مش عارفه ليه Nine of Wands طالع في القرايات كلها، الناس كلها تحس ان هي بتقاوم حاجه عندك. الحيوان الروحي بتاعك هو الاسد، شخص ناس كتير قوي بتقدم له حاجات كتير بس هو مش راضي. انت شخص صعب ارضائك، شخص صعب قوي ان انت هترضى، او صعب قوي ان حد يرضيك، مش كل الاشخاص بترضيك، او مش كل الناس عندك واحد، انت بتفرق. وعلى فكره انت بتحب الجمال جدا، جمال المظهر. عندك رقم 11، ممكن يكون الرقم ده بيظهر لك. تمام، انت شخص هنا طالع بطاقه الفور اوف كاب، فانت في ناس عروض كتير بتتقدم لك او ناس كتير بتتقدم لك، لكن انت مش حابب ان انت تدخل في علاقه جديده، او مش حابب ان انت تورط نفسك زي ما بيقولوا. يعني انت حاسس ان انا ايه، لا 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 انا هتدبس، انا هتورط في العلاقه دي، لا 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 سيبكم من العلاقه دي. فانت بيجي لك يا عرسان لو انت بنت، يا اما بيتعرض عليك علاقات فانت مش موافق عليها. ليه؟ لان انت متألم جدا من رقم، انت عايز حد معين ومستني الشخص ده، وغالبا هتكون انت شخص مرتبط او متزوج. الشخص ده بيكملك او بيفهمك ان هو بيكملك، لان احنا هنا مش عايزين بقى ناخد طاقه بيقولوا طاقه ايه؟ طاقه ان هي كويسه. احنا هنا عايزين نعرف ان انت بني ادم دخلت حياتي ليه؟ او انت ايه الدروس اللي انا هستفاد منك؟ يعني ايه الدروس اللي انا هستفادها؟ او انا دخلت العلاقه دي ليه؟ طبعا دخلت العلاقه دي، دخلت الفيديو ده عشان انت اصلا قرفان، وانا انت اصلا قرفان من الشخص ده، او محتار فيه، او محتار فيه. عموما احنا هنا في طاقتك، طاقتك هنا طاقه بنتك اللي عندها خير كتير قوي ان شاء الله باذن الله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. عندك طاقه وفره الايام دي، او طاقه نصره على حد، وكمان البعض منكم عنده قضيه في محكمه، او القضيه دي هتكسبها.
القضيه دي هتكسبها، والشخص اللي انت داخل معاه القضيه ده الشخص ده مرايه بيبين عيوب فيك او بيبين كمان مميزاتك، بس اكتر حاجه بيبينها فيك هي عيوبك. الشخص ده زيك، ممكن يكون نفس التربيه او نفس المنطقه، انت في حد هنا في نفس المنطقه، في حد هنا انت شبهه في حاجه، ممكن يكون شبهه في الشكل كمان، شبهه في الشكل. عندنا الفور اوف كاب بتقول كمان انت شخص مش بيتهاون، مش بيتهاون في حقه، ولكن انت متألم جدا وحاسس بجرح ونغزة في قلبك، ان مش انا اللي مفروض يتعامل فيا كده. انت شخص قوي جدا باين قوة، عينيك جريئة جدا على فكرة، انت شخص من الاشخاص اللي عينيها جريئة، بتبص في عيون اللي قدامها، ما عندكش صفات الخجل، دي من صفات برج الاسد، بيحب يثبت لنفسه انه صح. طب طاقة شغف للفلوس، طاقة نصرة، عايزة ان انا ابني نفسي بنفسي، لكن انا مش عاجبني بقى العلاقات، انا لا انا مش عاجبني، انا مش عايزة ادخل علاقات تاني، وزي ما قلنا درجة اقناع صفر، يعني مفيش حد انت بتقتنع بيه في الفترة دي، خصوصا في العاطفة. في شخص واحد بس انت حبيته وحاطط عينك عليه وقفلت عليه فقط، هو ده خلاص، انا قفلت على الشخص ده، فانت في شخص هنا انت قافل عليه ومصمم عليه، ومصمم ان انت تكسب الشخص ده، ومصمم ان انت تاخده، او مصمم ان انت تكمل معاه حياتك، تمام؟ لكن في مشاكل بينك وبين الشخص ده، مشاكل ممكن تخص شراكة، او بتفكر ان انت تدخل مع الشخص ده شراكة او تروح لشغله، تمام؟ ده بالنسبة مش عارفة دي كروتك كلها داخلة في العاطفة، داخلة في العاطفة. كمان انت شخص هنا عنده كذا حد في حياته، او كذا اختيار في حياته، كذا اختيار في حياته. على فكرة انت جايلك رزق كبير جدا ان شاء الله بإذن الله، بعد ست اوقات، بعد ست اوقات انت جايلك خير كبير جدا، لكن انت مستخبي او بتخبي الخير بتاعك، او بتحب ان انت تخبي رزقك عن الناس، لان في ناس كتير جدا عايزه تكسرك او عايزه تنزلك، بس انت بعيد عنهم، بعيد عنهم، وفي ناس كتير قوي اذيتك، في ناس كتير قوي اذيتك، ناس بتاذيك على فكره، ناس بتاذيك، في ناس بتاذيك. وانت ما بتعرفش تقرر، وحاسس ان انت عايز تاخد قرار او عايز تاخد عدل في قصة، بس انت خايف، خايف ان الشخص ده يبقى شبه حد كنت تعرفه زمان، او يبقى شبه حد من عيلتك، او يأيد طاقتك، او يأيدك. انت ما بتحبش تأييد، شخص حر هنا، وتحب تنفذ رأيك، تحب تنفذ رأيك والناس تمشي ورا كلامك، خصوصا في الفلوس، خصوصا في الفلوس. شخص ما بيعرفش يعبر عن نفسه، بيحس ان هو لو عمل كده يحس بالعار، او يحس ان شخصيته برج الاسد، شخصيته راحت، او هيبته راحت. عندك نظرة ثاقبة قوي للمستقبل في الفترة دي، عندك نظرة ثاقبة جدا للمستقبل، عندك نظرة ثاقبة جدا في نفسك حتى، قوي قوي، قوي روحانيا كمان، انت شخص هنا قوي روحانيا، قوي روحانيا. وكمان افكارك حلوه مبدعه في الفتره دي، وممكن الاشخاص هنا بتحب القهوه، او بتحب ان هي تشرب قهوه كتير، وعلى فكره افكارك بتطلع مع القهوه، عايزه اقول لك بقى، يعني الافكار بتاعتك معظمها بيطلع لما بتشرب حاجه بتحبها، بتدخل على مخك، فمخك بيبدع او بيطلع ابداع هنا، او بيطلع افكار متجدده. ما تفكرش في شر حد، لان انت هنا حاسه ان انت عايز تفكر في لشر في حد، او عايز تاذي حد، او عايز تنتقم من حد، او تاخد حقك زي ما قلنا، بلاش الطاقه دي. دي كانت الطاقه بتاعتك، اصحاب المجموعه الثالثه. عايزين نعرف انت دخلت العلاقه دي ليه، وايه الدروس المستفاده من العلاقه.
اتغيرت على فكرة، اتغيرت. من شخص انت بتتمنيه او كنت بتتمنيه، وشايفه ستار، شايفه مشهور، شايفه ستار، شايفه نجمه عالي قوي، وشايفه اعلى منك. الدروس اللي انت محتاج تتعلمها ان انت تقدر قيمة نفسك، وان انت تشوف انت كويس في ايه وبتعرف تعمل ايه. وكمان من الدروس دي ان انت في ناس دخلت من المجموعة الاولى من عادة المجموعة التانية الماجيشن طلع لي رقم 17 لما يجي نختزلهم يدينا رقم 8. فانت واجهت صعوبات كبيرة جدا في حياتك، او معظم حياتك كانت صعوبات، وفي حد بيضحك عليك وحاسس ان انت بيتلاعب بيك. الدروس المستفادة ان انت ما تخليش حد يلعب بيك. الدروس المستفادة ان انت ما تخليش حد يكسر مقاديفك او يخسرك نفسك. انت خسرت نفسك في العلاقة دي، لان انت كنت شايف ان البني ادم ده اعلى منك او احلى منك او ابدع منك. فانت من الدروس المستفادة ان انت تعرف قيمة نفسك، وتعرف قد ايه ان التغيير واجب، سنة الحياة. انت مش مقتنع بالتغيير، لكن انت من جواك نعلك الباطن انا عايز اغير، انا عايز اغير، لكن قدام الناس لا. كمان انت من الدروس المستفادة من القصة دي او من الرحلة العاطفية اللي انت دخلتها، ان انت تتعلم ان انت تقوم نفسك، ما تستناش حد ياخد ايده، قصدي ايدك، ما تستناش حد ياخد ايدك. شايفين الشخص ده بيستنجد، ما استنجدش بحد، استنجد بالله سبحانه وتعالى. على فكره انت عملت تكلم ناس كتير قوي عن العلاقه دي وتقول لهم هو ايه ومين هو فين. هتتعلم ان انت تقدم طاقه الاستسلام او التسليم لربنا، لله سبحانه وتعالى. هتتعلم التسليم، انت مش مستسلم هنا برغم الالم والكسره والحيره والنبذ وان انت بتقاوم التغيير، لكن انت محتاج ان انت تتعلم ان انت تستسلم. محتاج تتعلم ان انت تستسلم. شايفين الراجل ده؟ مش عارفه الصوره باينه ولا لا، بس انت محتاج ان انت تستسلم حتى للألم بتاعك، وتعترف ان انت متألم، وتعترف ان انت محتاج سايكولوجي. ليه؟ لان الستار بتعبر عن الشفاء برضو، بتعبر عن ان في شخص هنا هيشفيك، والشخص ده هو انت، نسختك الجديدة هي اللي هتشفيك. غالبا هتكون من ابناء النجوم او من الاشخاص الروحانية جدا جدا جدا، والتي تطلع على الاحداث المستقبلية. عندك حدث قوي للمستقبل، وفي حد بيجيب لك اخبار، الاخبار دي بتجي لك من طريق الحدث وهتتغير. قلت لك ان انت طالع بطاقه البرج التاور اند ستار والتين اوف سورد، بيقول ان انت شخص هنا بيتغير للاحسن، لكن انت شايل الهم في التغيير. هتتعلم كمان ان انت تنطلق، وان انت تحب الحياه، وان انت امتى تضحك وامتى تحزن. عندك صحوه بسبب الحيره اللي انت دخلتها او بسبب الشخص ده. الشخص ده طلعك لابعاد تانية، ذا ستور. الشخص ده طلعك لابعاد تانية، طلعك لابعاد اخرى، وعلمك حاجات كتير او انت ما كنتش عارفها. والشخص ده على فكرة انت اكتشفت معاه ان انت ذات طاقة شفائية، خصوصا في ايديك يا فندم. انت عندك طاقة شفائية في ايدك، تمام؟ على فكرة انت هتشفي نفسك من العلاقة دي. بتعرف تفك اسحار ماجيشن، وعندك امكانيات قوية جدا ان انت تفك سحر الناس. اللي هتتعلمه من القصة دي ان انت هتفك اسحار من الناس، جاستس، وان انت هتبقى شخص عادل جدا. وده طالع في طاقتك على فكرة، انت طالع بالجاستس اصلا، يعني انت طالع بطاقة الجاستس. كمان طالع لك هنا من الحاجات اللي هتتعلمها ان انت تبقى عادل قوي، تبقى جاستس، تبقى عارفين. ممكن ان احنا نبقى برج، يعني ممكن مثلا انت تكون برج مثلا مائي او ناري، والدنيا تعلمك ان انت تبقى برج هوائي. فهتلاقي في الخريطه بتاعتك في ابراج هوائيه، او هتلاقي في الطالع بتاعك في برج هوائي، او عندك صفات من الابراج الهوائيه. ومن صفات الابراج الهوائيه هو العدل، ان هي بتعرف تعدل كويس جدا. والحيرة هتعرف
تاخد قرار في حيرتك، تاخد قرار في حيرتك. كمان انت طالع بالجاستس، فمن الدروس اللي انت هتتعلمها ان انت تدرس قانون ممكن البعض، او تكمل دراستك بتخص المحاماه او القانون، او انت محامي بقى، او انت ليك في القانون يعني، ولكن هتتعلم ان انت تجيب حقك، حق الاشخاص او حق الناس. انت هتتعلم ان انت تجيب حق الناس. وانا قلت لك ان انت هتشفي غيرك. انت حاسس ان الشخص ده لعب بيك او لعب بيك في فترة، بس انت على فكرة كشفت الشخص ده. هتتعلم انت كمان تدي طاقتك للناس الامبرس. عندك رقم 3، بعد 3 اوقات انت هتتغير ان شاء الله يعني باذن الله. بعد 3 اوقات هيحصل لك تغيير كبير جدا، جذري، تغيير جذري. وخلي بالك من الكارما، عندك كارما تخص تماطل او تخص تسويف. خلي بالك من التسويف، التسويف ده هيجيب لك كارما. قرر انت عايز ايه بالذات في العلاقه دي. مش هقول لك ان انت بتهرب، انت ما بتهربش، انت انسان واضح جدا، تستار انسان واضح. كمان ممكن يكون عندك مواصفات من برج الدلو، لكن انت من وضوحك ده او اللي على قلبك على لسانك، فانت محتاج ان انت تلجم لسانك شويه، او ما تكونش صريح قوي للي قدامك عشان اللي قدامك بيفهمك غلط. وعرف التوقيت المناسب ان انت تبقى صريح فيه وان انت تبقى واضح في توقيت. هنا يا فندم عندك في توقيت ان انت تبقى صريح صراحة. في اعتراف هنا، في اعتراف بالالم، اعتراف بالالم. انت عندك كارما على فكرة، الاشخاص هنا الفيديو ده عندهم كارما، عندك كارما للأسف. كارما دي سلبية، وفي ناس ممكن يكون هتعملك سحر. الناس دي على فكرة هتتكشف لك، او الناس دي انت هتكشفهم او هتكشف العيبهم. من الحاجات اللي انت تتعلمها ان انت تهتم بنفسك وتهتم باكلك بالذات. انت هنا انسان، انت هنا يعني دخلت الفيديو شخص لازم ياكل اكل صحي. وهتتعلم كمان ان انت تعمل بالانسنج يخص الصحة او يخص جسمك. الدروس اللي انت هتتعلمها ان انت تحافظ على صحتك قوي، يعني انت صحتك للأسف مش عجباني. وهتتعلم ان انت تدخل لجسمك ايه وما تدخلوش ايه. على فكرة ان انت تدخل لجسمك اكل صحي ده من الذكاء، من الذكاء العاطفي، ان انت تعرف جسمك محتاج ايه فبالتالي تاكل ايه. كمان من الالوان، ان انت تلبس اللون ايه اللي يصلح لايه. اللون ده هيشفيني، هيشفي شاكرا معينة في جسمي، هيمدني بالحيوية، ولا اللون ده هيعمل فيها ايه. فانت شخص هنا ذكي جدا، وبتعرف تختار الوان لبسك، وبتعرف تختار اكلك. ودي من الحاجات اللي انت هتتعلمها او تعلمتها في العلاقة دي. طيب ناخد اخر كور، ايه الحاجات اللي انت هتتعلمها او تعلمتها في العلاقة، العلاقة دي؟ ان انت تعرف امتى تنهي المشاكل وامتى مش تبدا المشاكل، لكن امتى تنهي الخلافات بحق. يعني انت تنهي الخلاف بحقك، حقك يتجاب، ما تخليش حد ياخد حقك. وانت صاحب حقوق وهتجيب حقوق، هتجيب حقك، بتجيب حقك من الاشخاص اللي ظلمتك. في ناس كتير جدا خصوصا في العائله عندك قضيه معاها او عندك حق معاها. الحق ده يخص سمعه يا فندم، يخص سمعتك. فانت هتتعلم كويس جدا 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 ازاي تجيب حقك، وخصوصا ان العلاقه دي دخلت فيها علشان تعرف ازاي تجيب حقك وتدافع عن نفسك. لان انت كنت شخص مسوف جدا، وكنت شخص بيخاف جدا، وكنت شخص بيشتكي جدا وعايش دور الضحيه. فانت هتتعلم ان انت ما تعملش ده، وتعرف ازاي تجيب حقك من الدنيا اولا قبل ما تكون من الاشخاص. دي كانت القراءة بتاعتكم اصحاب المجموعة الثالثة. يا رب تكون القراءة عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت بس اضغطوا لايك على الفيديو، اكون شاكرة ليكم، واشوفكم بقراءات جديدة ان شاء الله على خير. سلام.